أوجد قيم X وY. لدينا نظام من المعادلات هنا 2X ناقص Y يساوي 14 ناقص 6X زائد 3Y يساوي سالب 42. إذن يمكننا أن نحاول حل هذه بواسطة الحذف، أو ربما علينا، دعونا نرى إذا كان بإمكاننا أن نحذف المتغير Y. لدينا 3Y هنا ولدينا سالب Y في الأعلى هنا، وإذا أردنا أن نقوم بالحذف علينا أن نجعل هذه السالب Y تصبح سالب 3Y ليتم حذفهما، ولكي تصبح السالب Y تساوي سالب 3Y علينا أن نضرب هذه المعادلة بثلاثة. لذا دعونا نقوم بذلك لنقوم بضرب المعادلة الأولى بثلاثة. ربما علي أن أترك فراغ في الجهة اليسرى، إذن دعونا نقوم بضرب المعادلة الأولى بثلاثة، إذن نقوم بضربها بثلاثة. إذن عندما أضرب 2X بثلاثة أحصل على 6X، وعندما أقوم بضرب سالب Y بثلاثة أحصل على سالب 3Y، ثم أقوم بضرب 14 بثلاثة، إذن 14 ضرب 3 تساوي 42، 42، ثم يمكننا أن نجمع هاتين المعادلتين. دعونا نقوم بجمع هاتين المعادلتين. في الجهة اليسرى لدينا 6X ناقص 6X يتم حذفهما ونحصل على صفر، ثم لدينا زائد 3Y ناقص 3Y أيضا يتم حذفهما ونحصل على صفر، وأخيرا لدينا 42 وناقص 42 وهو أيضا يساوي صفر. إذن ننتهي بصفر يساوي صفر، وهذا يبدو صحيحا، ولكننا لم نحصل على أي قيمة لـ X أو Y. فعندما تحصل على حالة كهذه مثل صفر يساوي صفر، أو واحد يساوي واحد، أو خمسة تساوي خمسة، فنحن نتعامل مع حالة تكون فيها هاتين المعادلتين متساويتين، أو أنهما نفس المعادلة، أنهما نفس المعادلة. إذن يكون هذا النظام نظام غير مستقل، dependent system. وترى هذا إذا أخذت هذه المعادلة وضربتها بثلاثة ستحصل على 6X ناقص 3Y يساوي 42، فإذا قمت بضربها بسالب واحد ستحصل على نفس المعادلة، والتي هي بالضبط تساوي المعادلة الثانية، ستحصل على ناقص 6X زائد 3Y يساوي ناقص 42. والطريقة الأخرى التي يمكننا أن نفكر بها هي إذا ذهبنا من المعادلة الأولى إلى المعادلة الثانية، فقط علينا أن نضرب كل من طرفي المعادلة بسالب 3، إذن كلا المعادلتين هما نفس المعادلة. فإذا قمنا بتمثيلهما، هذه المعادلة هنا، دعوني أقوم بكتابتها، 2X ناقص Y يساوي 14، وإذا طرحنا 2X من الطرفين سنحصل على، وإذا نقوم بطرح ناقص 2X من طرفي المعادلة، في الجهة اليسرى يبقى لدينا سالب Y، ثم في الجهة اليمنى نحصل على ناقص 2X زائد 14، ثم نقوم بضرب كلا الطرفين بسالب 1 ونحصل على Y تساوي 2X ناقص 14. إذن سأقوم بتمثيل المعادلة الأولى هنا، دعوني أرسم الإحداثيات هنا، هو هذا محور Y وهذا محور X، هذا التمثيل البياني هنا. تقاطع Y له هو سالب 14،
إذن النقطة ستكون 0 سالب 14 وله ميل يساوي 2، إذن سيبدو نوعا ما هكذا. والمعادلة الثانية إذا أردنا رسمها سيكون نفس الخط بما أنه نظام غير مستقل، أي عندما نقوم برسمه سيبدو هكذا، سنحصل على نفس الخط بالضبط. إذن سيكون لدينا عدد لا نهائي من الحلول، إذن هذان الخطان هما نفس الخط ويتقاطعان في كل نقطة على هذا الخط. فعندما تحصل على شيء كهذا، 0 يساوي 0 أو 1 يساوي 1، هذا يخبرنا أن هذا النظام غير مستقل. وإذا حصلت على 0 يساوي 1 فإن هذا يعني أنه لا يوجد حلول لهذا النظام وأن لدينا نظام غير متجانس inconsistent system. هذه الحالة التي نتعامل فيها، دعوني أوضح ذلك. إذن هذه الحالة التي يكون فيها نفس الخط same line أو lines، وهذه الحالة التي يكون فيها الخطين متوازيين parallel والتي لا يمكن لهما أن يتقاطعا، ويمكننا أن نرى بعض الحالات وهي أبسط الحالات عندما تكون فيها x تساوي 1 و y تساوي 2 أو شيء يشبه هذا. يكون لدينا نظام مستقل أو أن لدينا خطان يمكن لهما أن يتقاطعا في نفس النقطة، بالتالي أي قيمة لـ x و y يمكن لها أن تحقق المعادلة الأولى، يجب أن تحقق المعادلة الثانية.